للعام الخامس على التوالي. يحافظ القطاع المصرفي القطري على النظرة المستقرة نفسها الممنوحة له من قبل وكالة التصنيف الائتماني موديز، والتي صنفت أصول البنوك القطرية من بين الأكثر جودة داخل مجلس التعاون الخليجي، متوقعة أن تواصل أداءها الجيد بفضل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي القطري، وخصوصا على إقراض البنوك للقطاع الحكومي والمحددة حاليا بنحو 34% من إجمالي القروض المصرفية. الوكالة توقعت أيضاً بأن تحافظ الحكومة القطرية على المستويات العالية من الإنفاق العام والاستمرار في دفع عجلة النمو الاقتصادي على الرغم من تأثير انخفاض أسعار النفط. فالإنفاق الحكومي الذي من المتوقع بحسب موديز أن يصل حجمه إلى نحو 182 مليار دولار حتى عام 2018 سيساهم في نمو قوي للائتمان قدرته تتراوح ما بين 10% إلى 15%، كما سيدعم الاقتصاد غير النفطي لينمو بمعدل ثابت يبلغ نحو 11% سنوياً، وسيساهم أيضاً في خلق فرص للإقراض المؤسسي للبنوك المحلية العاملة بالسوق، وسيلعب دوراً في استقرار معدلات التضخم حول مستوى 3%. وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لقطاع المصارف، إلا أن موديز قد أشارت إلى احتمالية انخفاض رأس مال البنوك القطرية بفعل تراجع الودائع الحكومية الناجم عن هبوط أسعار النفط، مؤكدة في الوقت نفسه كفايتها وملائمتها للمعايير الدولية. هذا وكان الاقتصاد القطري قد سجل نمواً بنحو 6.2% خلال العام الماضي، مسجلاً أفضل أداء على صعيد النمو بين دول مجلس التعاون، في حين تبلغ النسبة المتوقعة لاقتصاد الدولة خلال العام الحالي نحو 7%، وذلك بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني. هذا وتعد كل من الاحتياطات السيادية التي تقدر بنحو 147% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسعر تعادل منخفض لبرميل النفط في موازنتها وهو 59 دولاراً للبرميل، العاملان الرئيسان للنمو المستدام في قطر خلال الفترة المقبلة.